معنا الآن أستاذ طارق البرديسي الخبير في العلاقات الدولية. أستاذ طارق صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني إحنا أمام طبعا يعني مشهد طارئ، وشايفين زي ما كنا بنتكلم يعني عن بدأت عملية عسكرية من جانب روسيا، وشايفين أيضا اجتماعات طارئة، وشايفين تصريحات تخرج من الغرب. عايز أعرف من حضرتك يا فندم تداعيات ما حدث، تداعيات هذه العملية العسكرية من جانب روسيا، ماذا سيفعل الغرب، ماذا سيفعل حلف الناتو؟ يعني لو حضرتك تقول لنا يا فندم قراءتك للمشهد. يعني ده يعني حدث ما كان متوقعا، واتصور انه يعني الناتو والولايات المتحده الامريكيه لم تدر الازمه يعني بشكل فيه الكفاءه المطلوبه والفعاليه المتوقعه، لانه يعني فيما يتعلق بالضمانات التي طالبت بها يعني روسيا كان من الممكن يعني اعطائهم حد ادنى من الضمانات من التامينات، لكن يعني غض الطرف عن هذه المطالب الروسية أدى إلى تصاعد الموقف وإلى حدوث ما كان الكل يعني يتوقعه ويخشاه. لكن يعني أيضا يعني فيما يتعلق ب يعني ماذا يملك الغرب، يعني يملك الغرب العقوبات الاقتصادية، هذه الورقة، وأتصور أن هذه الورقة الروس يعني أعدوا نفسهم جيدا لكيفية يعني تفادي هذه الآثار وتلك العقوبات، وأيضا يعني ذلك التحالف الذي يعني تم عقده ما بين الصين وما بين روسيا. يعني أتصور أن كل هذه الأمور يعني تم حسابها. أما فيما يتعلق ب يعني فكرة ومقاربة الغرب والناتو والولايات المتحدة للتحذير من هذا الهجوم ومن هذا الغزو، يعني هذا التحذير والتنديد والصراخ والعويل كان بديلا عن هو اتخاذ يعني موقف جدي والجلوس مع مباشره، واقصد تحديدا جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وايضا يعني اجراء هذه المقاربه ومحاوله نزع فتيل الازمه منذ يعني شهور مضت. اتصور ان هذا يعني الارجاء والتسويف والتلكؤ من جانب الناتو والولايات المتحده ادى الى حدوث يعني هذا الغزو المتوقع. اما فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، اما فيما يتعلق بالنظام الدولي، فيما يتعلق بفكره الامم المتحده وان ذلك يمثل اعتداء على الامم المتحده، اتصور اننا الان يعني نعود مرة ثانية إلى قاعدة أساسية للأسف الشديد تحكم يعني العلاقات. فكرة أن القوة هي التي تخلق الحق وتحميه، القوة هي يعني مصدر القاعدة ومصدر يعني تأسيس العلاقات ما بين الدول. نعم أستاذ طارق، حضرتك تحدثت عن أن ورقة الضغط التي ضغط بها يعني دول الغرب تحديدا على روسيا كانت العقوبات الاقتصادية ولم تكن كافية. الآن ونحن نتحدث معنا هناك تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما تحدث مع الرئيس الأوكراني وأخبره بأن الغرب لن يقف مكتوفي الأيدي أمام حملة بوتين ضد الشعب الأوكراني. كيف ترى هذه التصريحات وما هي الخطوة المقبلة لدول الغرب تحديدا لوقف يعني هذه الحملة العسكرية؟ يعني اتصور انهم يعني ورطوا الرئيس الاوكراني ورطوا اوكرانيا، وكانت اوكرانيا هي الضحيه ما بين ذلك الصراع ما بين تمدد الناتو وما بين روسيا الاتحاديه، كانت هي الضحيه اوكرانيا. واتصور انه يعني هذه التطمينات لم يعد لها يعني مغزى او لم يعد لها معنى، يعني فيما يتعلق ب هي هذه المقاربة الغربية وتحديدا الولايات المتحدة وفي ركابها المملكة المتحدة، عندما قالوا عندما يتم الغزو سيكون العقوبات بالمرصاد. حتى زيلينسكي نفسه قال ما يفيدنا بعد الغزو أن يكون هناك عقوبات. إذا
ايضا في تصريح جو بايدن والذي قيل عنه زلت لسان عندما قال سنسمح يعني بغزو جزئي ثم تراجع عن ذلك الكلام. صحيح. اتصور ان كل هذا كان فيه يعني ضعف وفيه نوع من التردد وعدم الحكمه بالنسبه للناتو والولايات المتحده، ان كانت الولايات المتحده في يعني تصريحاتها مع المملكه المتحده يعني اللهجه عاليه، ولكن نجد ايضا الالمان يعني نجدهم مترددين، نجد ايضا ايطاليا متردده، نجد ايضا فرنسا متردده، نجد ان الموقف الاوروبي منقسم على نفسه، نجد ان يعني ليسوا في قارب واحد وليسوا يعني على قلب راجل واحد، بدليل ان المصالح متباينه، عندما تكون المصالح يعني مختلفه ومتباينه تكون يعني ذلك تلك المواقف غير المتماسكه من جانب الناتو. ولكن اتصور ان فلاديمير بوتين يعني ورجل المخابرات استطاع ان يكون يعني ان يعقد يعني تصورا ومقاربه واستعدادا لهذه الاجراءات ورده الفعل الغربي، والتي يعني ستكون يعني فيما يتعلق بالشجب بالتنديد بالمسانده. لكن يعني خذ هذا المثال، عندما تقوم المانيا بارسال يعني الخوذات للاوكران، ماذا ستفعل الخوذات الالمانيه امام الصواريخ الباليستيه والصواريخ المجنحه وهذه؟ يعني استاذ طارق، هل تعتقد انه رد الفعل الغربي سيتوقف فقط عند الدعم والشجب وارسال الخوذات؟ يعني فيما يتعلق يعني هل سيستطيع ان يعني يدخل مباشره في مواجهه مع روسيا؟ لا، الولايات المتحده قالت لن نحارب في اوكرانيا نيابه عن الجيش الاوكراني، وانما هي المساعدات والمعونات والدعم، لكن هل هذه المساعدات حتى هذه المساعدات العسكريه هل ستستطيع ان توقف الغزو وهذه الضربات الموجعه المؤثره التي خطط لها من قبل فلاديمير بوتين؟ هل يعني المساعدات ايا ما كان نوعها هل ستستطيع ان تقف امام هذه الفرسانه وهذه يعني روسيا؟ مهما قيل من ان روسيا اقل فيما يتعلق بموضوع القوه الاقتصاديه وان اقتصادها يعني يعادل ولايه كاليفورنيا او اقل من اسبانيا او ايطاليا، ولكن فيما يتعلق بالقوه الخشنه، فيما يتعلق بالمواجهه العسكريه، فيما يتعلق بهذه القوه، اتصور ان روسيا يعني اضحت قوه عسكريه عالميه يعني يعمل لها الف حساب. فاتصور ان الغرب لن يستطيع ان يدخل في هذه المواجهه التي كان من الممكن ان تؤدي يعني الى كارثه والى فناء الكره الارضيه، ولكن سيكون هناك هذا الدعم طيب استاذ طارق، هل تعتقد انه كان يمكن للغرب ان يحتوي هذه الازمه بشكل افضل حتى لا نصل الى هذه النقطه؟ الله ينور عليك، بالفعل لو كانت هناك مقاربة تتمثل في إعطاء تطمينات لفلاديمير بوتين أنه يعترف له بأمنه الحيوي بمجاله الأمني، بأنهم لن سيكون الناتو لن يكون على يعني أبواب موسكو، بأن الأمن جزء لا يتجزأ للجميع، بمعنى أنه لا نستطيع أن نتحدث عن أمن أوكرانيا ولا نستطيع أن نتحدث في ذات الوقت عن أمن روسيا الاتحادية، إن كان هناك تلك اللقاءات المباشرة ما بين الزعماء في الناتو وتحديدا أقصد جو بايدن مع فلاديمير بوتين، أتصور أن هذه المقاربات الاستباقية، هذه المقاربات التي كان من الممكن أن يعني تصنع يعني فارقا وتجعل فلاديمير بوتين يعني لا يسلك ذلك المسلك، اتصور ان السيناريو سيكون مختلف تماما. اما الان نحن نتحدث عن يعني تصعيد، نتحدث عن رفع سقف توقعات روسيا، كان الحديث عن يعني ان الاوبن دور او الباب المفتوح تجاه اي دوله تريد الانضمام الى الناتو سواء كان يعني جورجيا ولا اوكرانيا، الان الامر اصبح مختلف جد مختلف. نعم. إذن يعني بالفعل كان القوة الصواريخ الباليستية والترسانة العسكرية
يعني اصبحت يعني اصدق انباء من الدبلوماسيه. نعم. واصبحت يعني تشكل تلك ملامح العلاقات ما بين الدول. ولا ننسى ان روسيا لها الفيتو، حق الاعتراض في مجلس الامن. نعم. ان الصين لها حق الاعتراض، الفيتو في مجلس الامن، انها دول نوويه كبرى، وان الامر ليس علاقه مع دول عاديه، وانما هي دول كبرى عظمى عسكريه. نعم. استاذ طارق، يعني هناك ايضا تصريحات للمستشار الالماني اوليف تشولتز، يعني قال ان الهجوم الروسي على اوكرانيا يوم اسود لاوروبا. يعني ربما هذه التصريحات تتفق مع التصريحات التي خرج بها أيضا وزير الخارجية الأوكراني، والتي تحدث فيها عن أن مستقبل أوروبا والعالم على المحك. هل نحن أمام نظام عالمي جديد، ربما أوروبا خارج هذه المعادلة الجديدة فيه؟ بالفعل، يعني أتفق تماما في هذه النقطة. الآن بيتشكل ملامح نظام عالمي جديد. الآن باتت روسيا، وأتصور في مرحلة تالية مع الصين، تشكل يعني قوة وقطبا كبيرا في هذا العالم. أتصور أيضا أن أوروبا يعني باتت في منتهى الضعف، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تحميها. أتصور أن أوروبا الآن يعني أصبحت يعني مكسورة الجناح، منزوعة المخالب والأنياب، عندما اعتمدت على يعني حليفتها الكبرى سيدة العالم الولايات المتحدة. والولايات المتحدة يعني كانت وجهت يعني ضربات، واتخذت سياسات تتسم يعني بعدم الصدق مع حلفائها الاشتراكيين، في حلفائها الاستراتيجيين في الناتو. ذلك يتمثل في عديد من النقاط، عندما طالب يعني دونالد ترامب بضرورة أن يدفعوا فواتيرهم في هذا الحلف، حلف الناتو. عندما أيضا قام جو بايدن بالتوجه وعقد ذلك الحلف وصفقة الغواصات النووية مع المملكة المتحدة وأستراليا، بعيدا عن فرنسا، واعتبر بمثابة يعني طعنة في ظهر فرنسا. كل هذه السياسات من أمريكا يعني بيّنت أنها لم تكن يعني مخلصة مع حلفائها الأوروبيين، وبيّنت أن أوروبا أصبحت يعني مكشوفة فيما يتعلق بالأمن. وكان من المبكر يعني الاعتماد وتفعيل ما قاله إيمانويل ماكرون، عندما قال إن حلف الناتو ميت سريريا أو ميت إكلينيكيا، وعلى أوروبا أن تعتمد على قدراتها الدفاعية الذاتية. طيب أستاذ طارق، يعني بالحديث وبالإشارة عفوا إلى هذه النقطة تحديدا، يعني إذا نظرنا ورجعنا كده بالتاريخ إلى الوراء ونظرنا للحرب العالمية الثانية، من الدروس المستفادة في الحرب العالمية الثانية أنه يصعب الدخول في حرب مع روسيا في شرق أوروبا. هل لهذا السبب تحديدا تحسب أوروبا خطواتها جيدا، أم أن أوروبا تفاجأت ولم تتهيأ لهذا السيناريو، واختارت أو توقعت أنها سياسة العقوبات وفرض العقوبات ستكون كافية؟ يعني هي أوروبا الآن هي في حيص بايص كما يقولون. ذلك أن يعني قال يعني تذكر تصريح إيمانويل ماكرون عندما اجتمع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن أمن روسيا من أمن أوروبا، وأن يعني الأمن كل لا يتجزأ. فيعني أتصور أن هذا التصور يؤكد على الآتي، يؤكد على عدم وجود رؤية استراتيجية موحدة متماسكة للأوروبيين، وأن كل له يعني توجهه ورؤاه، وأن أوروبا في مجملها اعتمدت، وكان هذا خطأ استراتيجي كبير، على الولايات المتحدة وخذلتها الولايات المتحدة، وذكرت أمثلة على ذلك الخذلان. وأتصور أن للأسف الشديد أن سيدة العالم، أكبر قوة استراتيجية وعسكرية في هذا العالم أمريكا، يعني لا يحركها إلا الأموال، لا يحركها إلا المقابل المجزي. هي لا تتحرك
عشان يعني سواد العيون الخليجية أو زرقة العيون الأوروبية حتى وإن كانت عيون أوكرانية. نعم. أمريكا يعني أصبحت دولة بتعتمد على التخبط والغموض، وهي يعني هي سياسة أتصور أنها أضرت الحلفاء وأضرت الأصدقاء. صحيح. قبل الخصوم، وكانت النتيجة أن أوكرانيا هي الضحية. أما فكرة يعني البروباغندا سواء كان من الولايات المتحدة أو بالنسبة للأوروبيين فيما يتعلق ب يعني ذلك الصراخ والتوقع أن فلاديمير بوتين سيهجم وسيغزو أوكرانيا، أتصور أن كل تلك المقاربة وذلك التعامل لم يكن مجديا ولم يكن حصيفا. لا. وكان الأولى هو إعطاء يعني إيه تلك التطمينات للروس بدلا من يعني الدخول في هذا المنزلق وهذا. أستاذ طارق، يعني وأنت تتحدث عن أمريكا، يعني واشنطن أعلنت بأن سوف يكون هناك مشروع قرار لإدانة روسيا داخل مجلس الأمن الليلة الخميس. كيف ترى مصير هذا المشروع في ظل امتلاك روسيا لحق الفيتو؟ يعني فعلا يعني الكلام عجيب، ويعني كلام أقرب ما يكون إلى الكوميديا السوداء. يعني مشروع القرار لكي يصبح قرار يعني فاعلا ومؤثرا، يعني لابد والولوج إلى أو الاحتماء بالفصل التابع، لابد من عدم استخدام الفيتو، عدم استخدام حق الاعتراض. والأمم المتحدة عندما تم إنشاؤها في 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، فكافأوا خمس الدول الكبار التي حاربت المحور بحق الاعتراض، ومن ضمن الخمسة الكبار طبعا معروف الصين هي مع روسيا واضح، وأيضا يعني هي روسيا صاحبة المشكلة. فلا يمكن لهذا القرار أن يصدر، ولا يمكن لمثل هكذا قرار أن يصدر وفيه يعني وفيه دول لها حق الفيتو، حق الاعتراض. إذن هي يعني أتصور هو تخبط، هو ضحك على الذقون، هو كلام لا ينطلي على ربما عدم استيعاب لما يحدث أيضا. بالفعل هو لا هو كان من المتوقع، ولكن يعني عدم القدرة على التعامل مع ذلك الموقف الجديد. ولكن لو كان هناك يعني تلك الحصافة وكان الاستعداد يعني مبكرا مع عدم الدخول إلى ذلك السيناريو، أتصور أن الموقف كان سيختلف تماما. أما فكرة الاعتداء على الأمم المتحدة والفكرة أن النظام الدولي يعني بات يتهدد، أتصور أن هذا الكلام يعني لا ينطبق على الأقوياء، لأن الغرب أنفسهم يعني والناتو نفسه لم يحترم الشرعة الدولية ولم يحترم القانون الدولي. يعني هو الذي يعني غزا العراق وغزا ليبيا وقام بضرب يوغوسلافيا، ويعني اذا اتصور ان كل هذه السوابق تدل على انه الكل تورط، وان الكل لم يحترم الشرعة الدولية، وان الكل لم يحترم التنظيم الدولي او الامم المتحدة او يعني فكرة ما ينبغي ان يكون في العلاقات مع الدول. تصور ان الكل يعني اعطى تلك السوابق العمليه في عدم يعني احترامه وتقديره للقرارات الشرعيه الدوليه الصادره عن المنظمه الدوليه للامم المتحده. اذا هم في الكل يعني في عدم الرضوخ لهذا القانون الدولي العام، اتصور انها يعني شريعه الغاب، القوي لا يتقيد بتلك القوانين وهذه القرارات. يعني اتصور وكأن القانون الدولي وكأن القرارات الدوليه وكأن التنظيم الدولي يعني نسج او صيغه للتحكم والتطبيق على الدول العاديه والدول الضعيفه. أما الدول صاحبة الترسانات النووية والصواريخ البالستية وهذه يعني الترسانة المهولة، أتصور أنه من الصعب أن تلزمها أو أن ينطبق عليها يعني هذه المبادئ، مبادئ التنظيم الدولي والقانون الدولي العام. يعني أتصور أن هذه لحظة يعني تاريخية كاشفة بتؤكد
المكانة الجديدة لروسيا الاتحادية، المكانة الجديدة للقيصر فلاديمير بوتين. روسيا بوتين تختلف تماما عن روسيا يلتسن أو روسيا غورباتشيف. أتصور أن هذه هي روسيا الجديدة، هي تشكل يعني ملامح هذا العالم الدولي الجديد، أصبحت قطبا يعني كبيرا عسكريا. وتصور أن يعني التعامل اتضحت الصورة. الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا لك.